يجب أيضا في مرحلة الوقاية استعمال الكريم المرطب اللي نرطب به كل الجسم، طبعا مع الملاحظة أنه الوقاية من التعرق، هذه التعرق هو ممكن انه يزيد لاماسيغاسيون او يزيد من المشكل. هذا واش كنت راح نطرح لك سؤال، لانه المنطقه كي وضعيه الجلوس للشخص الطبيعي العادي يعني يتعرق في المنطقه اللي يكثر من خلالها التركيز او الضغط الجسم. ماذا عن الشخص اللي يكون لهذا المشكل كاين حل، كاين نيزاليز او كاين افرشه خاصه توضع حتى تقلل يعني تزيد من الامتصاص تاع العرق، وبالتالي تقرر من هذا يعني المشكل تاع التعرق اللي ممكن انه يدير لاماسيغاسيون او يدير مشكله زياده احتماليه حدوث تقرحات. هل من لباس خاص ينصح به؟ أكيد نحن دائما ننصح أنه تكون الألبسة قطنية، لأن القطن هو قماش طبيعي ويمتص العرق، وأيضا للكبار في السن الذي طبعا يستعملوا ملابس معينة يجب أن تكون فضفاضة، الملابس الضيقة أكيد هي راح تضر، حتى ليكوش عند الأشخاص الكبار في السن يجب أن تكون كبيرة ولا تكون ضيقة حتى لا تسبب لهم طبعا تعرق زائد وحدوث فطريات أو التهابات جلدية. فمن المهم أنه بعد التنظيف، بعد مرحلة التنظيف أنه تأتي مرحلة استعمال المراهم، نحافظ أيضا في نفس الوقت على الغذاء عند المريض، لأن سوء التغذية ممكن أن يزيد من المشكلة ويؤدي إلى حدوث مضاعفات للتقرحات الفراشية.